عزيزي المباوع ابن خالتي، هذا اسهل موقع لزيادة متابعين انستغرام عن طريق اليوزر فقط. هاك شوف هاي المتابعات كلها من خلال هذا الموقع، بس تحط اليوزر مال الحساب مالتك وزوت بوت توصلك الاضافات وبدون ما تسجل دخول. واذا حاب اني اصعد حسابك للعدد اللي انت تريده اتواصل وياي عن طريق التليجرام، وهاي عروضنا. رابط التليجرام راح تلقاه باول تعليق بالمثبت، وايضا رابط هذا الموقع المجاني تلقاه باول تعليق بالمثبت. تنزل جواب الاخير تضغط على من هنا. هنا بهذه الصفحة البسيطة كل اللي عليك تحط اليوزر مالت الحساب مالتك وها هي، وتدوس ارسال. هسه اروح اجيب اليوزر مالت الحساب مالتي من خلال الحساب مالتي الانستغرام، راح اسوي له نسخ، بس لازم تتاكد انه حسابك يكون عام مو حساب خاص. شوفوا العدد اللي عندي هسه قبل ما ارشق لهذا الحساب، راح احط اليوزر مالته هنا وبعدها انطي ارسال وخلص. ها هي راح تجيني الاضافات على الانستغرام، راح انتظر شوي راح يطلع لي هنا هذا الاشعار انه نجاح. خلص ها هي راح يتم ارسال المتابعين الى الحساب مالتك الانستغرام. طبعا هو ياخذ وقت تقريبا 5 دقائق عشان ينتظر. طبعا مثل ما تشوفون هسه انحدث الصفحه، ومثل ما تشوفون ذني الاضافات وصلتني عن طريق هذا الموقع. مثل ما قلت لكم بس تحط اليوزر مالتك وخلص، هاي تطلع من الموقع راح تجيك الاضافات. وهذه العمليه تقدر تسويها كل 24 ساعه وتحصل على الاضافات. شفتوا العدد اللي كان عندي مالت المتابعين وهسه ايش صار عندي؟ مثل ما قلت لكم بعد التحديث الجديد راح تقدر ترشق من خلال هذا الموقع. اذا عجبك الفيديو لا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناه.